الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهو القائل جل في علاه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أرسله ربه رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى إلينا رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله ورضي الله عن صحابتك الطيبين الطاهرين وآل بيتك أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك نتحدث عما يجب عن كل إنسان أن يكون على هذه الحال وهو المؤمن حقا كيف تكون مؤمنا حقا الله تبارك وتعالى يقول في مستهل سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فلا بد أن يعلم الإنسان أن الإيمان قضية خاصة وأن الإسلام قضية عامة فقبل أن تكون مؤمناً لا بد أن تكون مسلماً وهناك قضية منطقية تقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لأن الإيمان خصوصية والإسلام عمومية فالإسلام له أركان خمسة كما علمناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما أن للإسلام أركان خمسة فللإيمان أركان أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر إذا طبقت هذه الأركان كلها فلا شك أنك ستكون مؤمنا كما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح بهذه الشهادة مسلما عليه أن يقيم الصلاة أي يؤدي الصلاة في أوقاتها الفرائض كاملة وأن يؤتي الزكاة لأن الزكاة فريضة مشروعة
لله تبارك وتعالى وحق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء، وصفات المؤمنين حقا في سورة الأنفال وسورة المؤمنون. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في سورة المؤمنون الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى آخر الآيات الكريمات، إلى أن بين الله تبارك وتعالى أنه من قام على هذه الصفات كان من الوارثين. وماذا يكون ميراثه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى درجات الجنة، فلا بد أن يحرص كل إنسان في أن يكون فيه هذه الصفات الواضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، كي يحظى بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، وأن يؤدي ما عليه من فرائض وحقوق للآخرين وواجبات، لأن كل إنسان يجهل الكثير من ما عليه من الحقوق، سواء كانت حقوق لله تبارك وتعالى أو حقوق لأهله وأرحامه أو حقوق لإخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات. لا بد على كل مسلم أن يضع نصب عينيه كل هذه الحقوق وأن يوفي كل ذي حق حقه، بدءاً بالله تبارك وتعالى يؤدي ما عليه من فرائض لله عز وجل، وما عليه من مراعاة لتطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه من حقوق وواجبات لأهله وأرحامه وإخوانه وأخواته. لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا أرحامكم، اتقوا الله في أرحامكم، صلوها ولا تقطعوها، لأن قطع الرحم يمسح البركة ويكسر الأعمار. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أراد أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن صلة الأرحام من مسببات البركات في الأموال والأولاد والأهل جميعا والرزق. ولا بد أن يكون الإنسان على يقين كامل بأن الله تبارك وتعالى هو الطاعم الكاسي وهو الرازق الواحد، لأن الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولنا الدروس والعبر في أدق الحشرات دروسا يستفيد منها كل ذي عقل وبصيرة. النملة خلق من مخلوقات الله ضعيف، ومع ذلك يعلمنا درسا كيف نتوكل على الله حق التوكل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لأن الطائر عندما يشرق ضوء الصباح يتوكل الطائر على ربه، ليس له عمل سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام، ليس له جهة الحصول على دخل من الجهة الحكومية، وإنما له مصدر واحد هو التوكل على الواحد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يبدأ الطير في صباحه رحلته
وبطنه ملتصقة بظهره، ويعود إلى عشه في مساء يومه وبطنه شبع مكتمل الطعام. من الذي علم الطائر هذا؟ الله سبحانه وتعالى. هذا يقين بالله عز وجل أنه لا رزق إلا الله، توكل وثقة بالله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة الإيمان. النملة مخلوق ضعيف لا تستطيع أن تراها بعينيك حينما تكون سائرا في طريقك، ومع ذلك يكلمها نبي الله سليمان عليه السلام فيقول لها: أيتها النملة، كم من حبات القمح يكفيك في يومك؟ فقالت له: حبتان. فأعطاها حبتان كما قالت. وفي اليوم التالي مرت به فكلمها وسألها: ماذا تريدين اليوم؟ فقالت: يا نبي الله، أريد حبة واحدة. فقال: ولما؟ أعطيتك بالأمس حبتين، وكيف باليوم تطلبين حبة واحدة؟ فقالت له: عندما كان رزقي بيد الله تبارك وتعالى ما ظننت يوما أنه يذكرني اليوم وفي غد ينساني، فأكلت حبة واحدة أمس وادخرت الأخرى لهذا اليوم. فأعطاها حبة واحدة. فقال لها: ولما؟ قالت له: يا نبي الله، لما أصبح رزقي بين يدي عبد من عباد الله ظننت أنه يذكرني اليوم وفي غد ينساني، لكن الله عز وجل لا ينسى من خلقه أحد. فهو يقول: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. بيان من الله تبارك وتعالى أنه يرزق الطائع والعاصي، يرزق المسلم والكافر، لا ارتباط بين الطاعة والمعصية والرزق، لأنه خلقك وتكفل برزقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا لعبادته وتكفل بأرزاقنا، خلقنا وأحصانا عددا في ختام سورة الجن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقنا وأحصانا عددا وتكفل بأرزاقنا، فلم ينس من خلقه أحدا. فلا بد أن يعلم الإنسان عند اليقين أن رزقه عند الله عز وجل مضمون، سواء ذكرته أو غفلت عن ذكره فهو رحيم. الله عز وجل واسع المغفرة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يضاعف لنا الأجر على الصالحات ويعاملنا بالمثل على السيئات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، حتى النية تؤجر عليها إن فكرت في خير، ولا تأثم إن فكرت في سوء ولم تفعل. لأن الله عز وجل من رحمته أنه غفور رحيم، من صفاته أنه غفور رحيم وأنه واسع المغفرة. الله عز وجل يعلم أننا خلق ضعيف، ومن أجلنا سمى نفسه اللطيف. فلا بد أن يتوكل الإنسان على ربه، وأن يكون إيمانه قويا بالله عز وجل بأنه لا شيء من رزقه يضيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لك سوف يأتيك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
لا بد أن يكون عندنا يقين. اليقين هو حقيقة الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يمدح المؤمنين بصفات كثيرة ويعد لهم أعظم الدرجات في الجنة، فأين نحن من هذه الأمور؟ أين نحن من هذه الدرجات التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين؟ لا بد أن يحرص كل منا على أن يكون مؤمنا، فليس بكاف أن نكون مسلمين، ولكن للأسف أن معظمنا يضيع الكثير من أمور دينه في هذه البلاد، تشغله الدنيا ويلهو في مصالح الدنيا، والدين هو آخر ما يفكر فيه، يعمل طوال اليوم حتى يعود إلى بيته فيصلي من الصبح إلى العشاء بزل. هذا هو عذره، رجل مشغول، ومع ذلك رزقه قادم، رزقه مضمون. الله عز وجل لم يعاملنا بما نحن عليه، لأن الله عز وجل رحيم بنا، فهو القائل وخلق الإنسان ضعيفا، ومع ذلك نحن في غفلة نلهو في هذه الدنيا بعرض زائل وأمور لا قيمة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن انظر إلى حالك وحال الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا سجن المؤمن؟ لأنك مقيد بقيود، عليك أمور لا بد أن تفعلها، لكن غير المسلم يعيش بلا حدود، منطلق لأن دنياه هي نعيمه ولا حظ له في نعيم الآخرة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رضى الله عنه وفضل النجاة. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وعن طرق الفساد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، ورضي الله عن صحابتك وآل بيتك أجمعين. Dear brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's topic about how to be true believer. As Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be, as His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wants us to be, as He informed us in the first verses in Surah Al-Baqarah about the right believers, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. The people are who believers, who are believers, the people are believing in unseen and perform the prayers and spend the hours of what I provide them with. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And they are believing with what I sent to you as the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم and what I send it to the messengers before you, and they have believed in the Day of Judgment and the Hereafter. And they will have successful in the Day of Judgment, as Allah subhanahu wa ta'ala said. But we have to know before to be a good believer, we are Muslims. Because Islam is a general case, and belief is a private case. To be a believer, we have to be a Muslim first. As we have knowledge about the pillars of Islam, as five pillars in Islam, as Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
Allah is testifying that there is no God but Him, also the angels and the scholars. The right witnesses about Allah subhanahu wa ta'ala is only one. We have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and believe in His messengers and believe in all of the messages from Him to His messengers and believe in the angels and believe in the Day of Judgment and believe in what He will send us as a good or bad. We have to accept it from Him and to be patient with the bad thing and to give thanks for the good things. Also, we have to know about the pillars of Islam as five, as we know it from the hadith. Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam informed us when he said, Islam has been built upon five pillars. The first pillar to testify that there is no God but Allah and that Muhammad is His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And the second pillar to performing the prayer five times a day. And the third pillar to pay zakah from what Allah provides you with to the poor people and the needy, to help them as a Muslim to the Muslim is a good helper. And to be fasting in Ramadan as the month of the year. And to perform Hajj if you can afford it. This is the pillars of Islam. Before to be a believer, you are a Muslim. But when you be as a good believer, Allah subhanahu wa ta'ala keep good reward for you as the highest level in the paradise, Jannat al-Firdaus. As He informed us in Surah Al-Mu'minun, 10 verses He speaks about the believers. Also in Surah Al-Anfal, from verse 5 to verse 7. We have to think about all of the rights we have to give it to the owners. The right to Allah subhanahu wa ta'ala and the right to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to obey Allah in what He informed us in the Quran. To do it, we have to do it. And about the bad things will harm us, we have to avoid it as Allah subhanahu wa ta'ala warned us from it. Also to follow the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to do what he recommended us to do and to avoid what he wanted us to avoid it. And Allah subhanahu wa ta'ala recommended us to remember our relatives and our brothers and sisters. Because our relatives as arham to keep the kinship joining. As Allah's Messenger informed us in the hadith, if you want Allah subhanahu wa ta'ala to give you more blessings and give you the right life with long life, with the good deeds, you have to keep your kinship joining. Tassal al-arham. If you cut the joining between you and your relatives, it will be bad reasons for you to harm yourself. And you will receive bad results from Allah subhanahu wa ta'ala about this. Because every Muslim to the Muslim has a right from each other. We have to remind ourselves about the rights to give each right to its owner. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. The true believers, who are the people, when they listen to the Quran, their hearts to have more fearing to Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. When somebody recites some verses for somebody else, will increase his believing in his heart. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And they trust in Allah subhanahu wa ta'ala as Allah is only one and He's only responsible for you to give you everything in your life, even you ask or not ask. We have a good lesson from very little insect as ants. One day, Prophet Solomon, alayhi salam, saw the ant, and he asked it, how many seeds from the well to enough for you as a food for every day?
The ant told Prophet Solomon two seeds. He gives it two. And the ant think about, now there is somebody will be responsible for her, for its rizq. And what the ant can do? The ant told herself or itself about the issue. I have to save one seed for the other day, because maybe this one as a responsible after Allah for my rizq, maybe he can forget me tomorrow. To keep myself safe, I have to save one seed for tomorrow. The second day, Prophet Solomon saw the ant and he asked it again, how many seeds today you want? The ant told him just one. He said, why? Yesterday you took two. And what happened today to ask me just for one? The ant said, because when my rizq was between Allah's hand, I wouldn't think never ever one day Allah subhanahu wa ta'ala will remember me today and forget me tomorrow. But when I know my rizq now becomes between somebody else except Allah, I think about myself and I fear to remember me today and forget me tomorrow. For that reason, I keep one seed safe for today. We have to remind ourselves about these things to get a knowledge, to get a benefit from our life. Nothing will help you in the day of judgment except your good deeds. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was reminding his family to do what they can do it as a good deed, because he can't protect them. Allah subhanahu wa ta'ala has big mercy. He's waiting for us 24 hours. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, Allah is waiting for the people at the night to give repentance, and waiting for the daytime for the people commit the sin at night to give repentance. It means Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for us 24 hours. When we are from these blessings from Allah, we have to learn lessons, the good lessons from what we hear, from what we read. Because Allah subhanahu wa ta'ala, from His mercy as a wide mercy, doesn't punish us about the bad deeds, as He rewards us for the good deeds 10 times. Just for the sin as well. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. If you do good deeds, you will get 10 times rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. If you commit a sin, just one as punish from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest merciful, the greatest compassionate. We have to remind ourselves that everything will benefit us and will help us on the day of judgment. There is somebody asked us to make dua for helping. Allahumma afir li muslimina wal muslimat. Allahumma ansur al-islam wa a'izza al-muslimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Wa antuf bina ya maulana fi ma jarat bihi al-maqadir. Allahumma la tada'a lana fi hadha al-yawm al-azim dhanban illa ghafarta. Wa la maridan illa shafaita. Wa la mayitan illa rahimta. Wa la mazluman illa nasarta. Wa la mu'siran illa yassarta amra. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأحقن دماء المسلمين في كل بلد من بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فارحمنا وأنت خير الراحمين. عباد الله اذكروا الله العظيم اذكركم.